حياك الله استاذ سعد، لو تحكي لنا اليوم يعني معرض الكتاب بنسخته الثالثه كيف كان الافتتاح، شو الجديد بشكل عام يعني على المعرض؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. هذا العام قمنا بنقل معرض ادب للكتاب الى مكان المركز الثقافي، وهذا اول حدث حقيقه، هو حدث كبير يعني، حيث انه ارتبط اسم الثقافه في المركز الثقافي. ايضا بعد عمليه الافتتاح التي قمنا بها في المسرح كما شهدتموها وشهدها جميع المتابعين، هذا العام يتميز يعني المعرض هذا العام يتميز بعدد كبير من المشاركين، حيث بلغ دور النشر والمكتبات المشاركة أكثر من 44 مكتبة ودار نشر من الداخل السوري ومن الخارج، خارج المحرر. أيضا قمنا باستحداث قسم خاص بالفعاليات المصاحبة والمعارض المصاحبة، مثل معرض الرسم ومعرض الخط العربي ومعرض الفنون الجميلة التشكيلية اليدوية ومعرض للزخرفات الإسلامية وغيرها والنحاسيات وركن لفلسطين، نتذكر يعني معاناة أهلنا وإخواننا في فلسطين. نعم. الله يجزاك خير. الله يبارك فيك. خلاص تمام. بارك الله فيك.